دكتور معانا شيماء على التليفون. يا شيماء. ايوه مساء الخير. مساء النور. رمضان كريم عليكي. الله اكرم. اتفضلي يا شيماء، معاكي الدكتور باهر. دكتور باهر ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. انا من اشد المعجبين بحضرتك جدا، ومن الحاجات اللي حضرتك بتتكلم عنها دايما، وبصراحه انا جربت حاجات حضرتك اتكلمت عليها وجابت نتيجه كويسه جدا جدا معايا في الشعر، فانا عايزه اشكر حضرتك جدا عليها. الله يخليكي، شكرا جزيلا. ومعلش يا دكتور، انا كنت عايزه اسال حضرتك عن بديل للقهوه الخضراء. تمام. يعني كنت عايزه اسال عن حاجه مصريه، يعني بديل للقهوه الخضراء المستورده، لان انا مش دايما بلاقيها، وساعات اجيبها ما تعملش نتيجه، فعايزه حاجه كويسه يعني مضمونه حضرتك تتكلم عنها. تمام. طب شيماء، انت جربت القهوه الخضراء؟ انا جربت بصراحه. بتخسس؟ يعني لا، هي ما جابتش معايا نتيجه. خليك مع دكتور باهر. شكرا جدا ليك يا شيماء. هو اقرب بديل مصري للقهوه الخضراء، هي اقراص القهوه الخضراء اصلا معظمها مش موجوده بشكل طبيعي في الصيدليات، او مش مسجله في الصيدليات، فمعظمها يعني. فالافضل انا من رايي في شريط مصري رخيص خالص اسمه ميباكو جرين تي، شاي الاخضر. اصلا مش فارق بين اقراص الشاي الاخضر واقراص القهوه الخضراء، يعني نفس الفكره يعني. فميباكو جرين تي شريط ب 8 جنيه، رخيص جدا، بيتاخد قرصين على الريق، بيزود الحرق. احنا عارفين قد ايه الشاي الاخضر من اكتر الحاجات اللي هي بتزود الحرق، بس ميباكو جرين تي شريط ب 8 جنيه. بس اهم حاجه بلاش للناس اللي هم مرضى القلب، لان طبعا ممكن يزود ضربات القلب، وبرده ممنوع للمرضعات والحوامل. انما هو من افضل الحاجات، مع برضو التنظيم الغذائي زي ما قلنا. الاقراص لوحدها مش حل، مش هتعمل حاجه بالظبط.